اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يعطيكم العافيه اخوان، شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ انا اجينا هيك جوله خفيفه عند الزق اليوم ثاني تفقدها، فلقيت فيها شويه مصايب، يعني شوي مش كثير مصايب، شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا طلع الذكر ماكل ابنه اكل، شايفين يا اخوان؟ طبعا لما يصير مثل هيك شوف، في من الشغلتين، هذا الفرخ المضروب ذكر، طبعا مرات بتذكر بغار على مرته، عرفت، من ابنها فبقتله، هاي واحد. او مرات بتكون صغيرة بدها تبيض والفراخ مش مخلينها، فالذكر بنجح، شايفين كيف يا اخوان؟ في عندنا هون فراخ ابواز عمريات حمر، شايفين، بالصلاة على سيدنا محمد. هاي عندنا هون مرسليات جوز جديد مجوزن اخوي، ما بعرف. هاي عندنا هون القرابطة بالصلاة على النبي، تحتيها الفرخ، شايفين يا اخوان؟ في عندي فرخ فوق كمان ازرق، في عندي اثنين فوق، يعني صاروا بالكش مع هذا اربعة ان شاء الله. هاي عندنا هون فرخ طباشيري احمر، هاي شايفين. طبعا هذول الاثنين فراخ الاميات، طبعا يا اخوان هذول الجوز فراخي. وين هامرة؟ هيا طب انزل انزل. خلينا نشوف العصافير يا اخوان شو صار معانا بالعصافير والشلبيات طبعا والهزازات البيض. هالهزازات البيض طبعا هذول طلعتي من جوا، بطلت اميز بين الذكر والانثاي وانو فرخ وانو كذا. هذول فراخ الشلبيات يا اخوان بالصلاة على النبي، بتوقع اني بس بدي انقنوا التنكه بيشتغلها، بتوقع لي العلم عند الله. هسه صار شفت الذكر هذيك مره كان يفحل والحمد لله طلع عن جوز، هذا الذكر وهي الطيره من شكلها. شايفين كيف بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كل الحب والاحترام لقناة يوميات حميماتي طبعا، وكل الحب والاحترام ليوسف الموكي. كمان دخل معنا على الخط قناة الخيل للعزم التمتم طبعا، واكيد كل الحب والاحترام لابو يوسف قناة يوميات حميماتي. طبعا الزلمة قسما بالله العظيم ما قصر معاي ولا بإشي ولا بإشي ولا بإشي ولا بإشي. تعال تعال، هذا يا اخوان كان عليف بس تجوز الطيره دلب علي. الله، كنت انا وياه صحبه، هذا الطير غدار باعني عشان بنت. هاي دخلنا عند العصافير والهزاز طالع فوق ياكل اكلات العصافير. طبعا بدي اشيل الهزاز من هون كله،
انه بصراحة مش ملحق علينا اكل من تحت راسهم. ما شايفين هاي الهزازة راسي. هذول اخوان كلياتهم من جوز، يعني بالصلاة على سيدنا محمد، بالصلاة على سيدنا محمد كلها من جوز واحد. هذا الروز بعد ما اشتغلش، بس يا اخوان خليكم معي اليوم المساء، في عنا تشوف الفراخ شو صار فيها بالكش، عن صلي يومين ما طلعت والله، السموحة من الجميع. الله يعطيكم العافية يا اخوان، عنا رجعنا لكم على المغارب، هاينا طلعنا الفراخ ما شاء الله عليها، هسا بنشوف كيف بدنا نشدها، فطبعا بديش اشد عليها كثير، لأنه الكل كاش، طبعا الكل عنده بطير قوية إلا أنا فراخ، بلاش الدهوة. واليوم طلعت الفراخ ونشرت، من اليوم أول مرة بنشرهم إن شاء الله، كمان يومين ثلاثة بلش فيهم كرش ان شاء الله رب العالمين. طلعت فرخه جديده، هذا اللورن الكشميريات، شايفين يا اخوان هذا الجديد طلعت فرخه، هاي شايفين فيها راح طار. اللورنس خلص هذا ثاني يوم ثاني خلص، لا لا ما بتروح، الجو حلو. ايش هو مرا؟ مراسلي. وين؟ باشك. وانا اليوم دعمني قناة ياسين ما بعرف ايش، واكيد انا بشكر على دعمه الي ان شاء الله، وان شاء الله ما قصر معهم، ونعيد الداعمين للقناة عندي، طبعا قناة يوميات حماماتي ابو يوسف اكبر الداعمين بصراحة يعني، وقناة يوسف الموكي، وخيل العزم، خيل العزم التيم ها تمتم نزل كمان معي يعني ما قصر خيل العزم، واليوم نزل اخوي يوسف اخوي ياسين قناة ياسين يعني كمان والله ما قصر، الحمد لله رب العالمين اشكرهم شكر خاص لهم ان شاء الله. ايه اه
نمر بده ضب هاي شايفه. في هاي واحد يوصل له فايتين. خلاص ارميه هذا مع الفراخ هون. هناك ارميه. مع الفراخ هون عرفت؟ سكر هيك. وين بدنا نحط المكيف كامل؟ لا المكيف اللي بنحطه من هون بصير بوقفه لجوا. هيك هيصير مش كان بتلاقي برقي جوا والمكيف كان يستحق جوا. والله العظيم. او انك ايش تنزل المكيف لتحت هيك. لا لا لتحت من هون. مش تحط على عند الخشب. لا. هاي شايفين يا اخوان كيف الفراخ بالصلاه على النبي. فيش حمام دايشة دايري هون وهون طايشة لحدا. يلا هاي قربت الحمام تطلع من البروق. قربت 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 الصواريخ أرض أرض تطلع إن شاء الله. قربت طبعا يا اخوان. في عندي شاب على القناة ملاحظته قوية عجبتني صراحة، بقول لي حمامك بتحط على الزاوية واحدة. فعلا هي حمامي بتحط هون اكثر شيء على الزاوية واحدة، لانه في دار الجيران غاد مرضي تحط الرفصة غاد. انا المفروض الرفصة تاعتي تكون هيك هون، فانا عملت الجنون هذول هون يا اخوان عشان تصير لها محط. طبعا هاي الجنون بدها تعرض لسه وبدها شغل وصب، وحط لي فوقين طارتين وانتهى الموضوع. شايفين كيف يا اخوان؟ ملاحظته ما شاء الله عليها قوي جدا. عجبني الولد، ولد الشاب اي شيء. خويف مليح للحمام، خاصة الفراخ خوفها عشان الشد معك. الجو حلو اليوم يا اخوان، شرف الجو بذكرني ايام الخليج. هذا الجو كانت النفسية وعادي ما متسائلة هواء مش هواء. اللي عندي كلها بوارج حربية ان شاء الله بكره على الشتاء بتشوفوها كيف. يعني ظلت شهر زمان بتلاقوا هالصبغة مصبوغة باحمر بصبغة لفت تروح. ادحلي وقولي يا الله وظلك رايحة. عشان في الفراخ وين راحت شدت. بديش حدا يكشف وجهي ويحطط لي اياها. لا صعب يحطط لاني حاطط بيناتهم محدود اربعة قوية. اربعة قوية هذول اللي عندي اربعة قوية لزقات. حمام بتلزق الاربعة قوية عندي. هاي شايفين يا اخوان صراحة. ان شاء الله يا اخوان يا اخوان ادعمونا بالاشتراك واللايك. اهم شيء اللايك في قنوات عندي انا عادي يعني خلص زقت وانا احكي هيك الامور. حطوا لايك يا اخوان ادعمونا ادعمونا. مفيش كل واحد بيعمل باصله والسموحه من الجميع. بنشوف اذا صح لي اصور كمان مقطع بصور. السلام عليكم.